على اجراءات حجز التذاكر، لانه اعتقد مساله تهم الجمهور. استاذ وليد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، بمس على حضرتك وعلى استاذنا الاستاذ عادل القيعي، بمس على حضراتكم جميعا. يا استاذ وليد انت كده دخلت التاريخ، ها؟ كاول كاول من نظم هذا النظام اللي هو مش جديد على العالم ولكن جديد على مصر، وانك انت فعلا وضعته محل التنفيذ واثبت نجاحه، وبكره هيأجروك بالساعه علشان تنقل تجربتك الى كل مكان يعني. لا يا كابتن عدلي، هو انا اضيف بس على اللي حضرتك قلته، ان مش انا اللي دخلت التاريخ، هو النادي الاهلي اضاف للتاريخ مش انا. ماشي يا عم، حلو. انا جزء كل الموضوع، ان انا لما توليت اداره المباريات في النادي الاهلي كان من اهم حاجه كانت موجوده، ان لابد من ايجاد اليه واضحه ومحدده لحل مشكله دخول الجماهير لارض الملعب. سواء قرر الامن في اي وقت عوده الجماهير او في اي مباراه افريقيه، يكون في زي اليه واضحه موجوده. الاول اعلنا، وده كانت دايما تعليمات المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الاداره، اول اهم حاجه قبل تشكيل الاداره هو ده الاساس. فتقدمنا وعرضنا عليه اول حاجه اللي حضرتك بتتكلم فيها، هي مرحلتين اثنين. المرحله الاولى اللي شغالين فيها كابتن عادل يا استاذ ابراهيم، وهي التذاكر الالكترونيه من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي. في سيستم دلوقتي يمتلك النادي الاهلي، يمتلك حقوق الملكيه الفكريه بتاعته، يعني النو هاو والسوفت وير عندنا. طبعا، ما ده جوه النادي الاهلي، السوفت وير جوه النادي الاهلي، السيرفر الخاص بالبيانات جوه النادي الاهلي، تمام، البيانات المحدده على الموقع جوه النادي الاهلي، المشترك معانا شركات، شركه سوفت وير وشركه تحصيل وتوصيل ودفع الاموال وشركه تامين الشركه الثالثه. ثلاث شركات دول من خلال النادي الاهلي، ولكن اللي بيمتلك الموضوع كله النادي الاهلي، ودي من خلال حضرتك انت من حلقتين عملت تقرير مفصل جدا وصل للناس ببساطه جدا، وهي واتشرح مراحله كلها. بصراحه رده الفعل من ان الناس ازاي يحجز وازاي يسجل وازاي يدفع ثمن تذكرته وازاي يختارها تحت بيته وازاي ياخدها ويروح الاستاد فيلاقي الجهاز الاسكانر بيقرا بيانات التذكره قدامه، ده نوع من الاطمئنان بالنسبه للجمهور قبل ما يكون بالنسبه للجهات المسؤوله. والاستاذ ابراهيم المنيسي كان حضرتك موجود وشاهد عيان في احدى المباريات، هو نفسه كان زبون الاخير. ايوه، هو كان زبون، هو كان بالظبط كده. هو لكن انا شايف ان كمان الثقه تولدت لدى الجماهير لما جربوا بنفسهم وبيقولوا لبعض، اللي ارتاح قال للتانيين يا جماعه ده حاجه سهله جدا تعالوا. فاظن دلوقتي الدنيا مشيت ماشي يعني. كابتن عدلي، عاوز اقول لحضرتك على حاجه، الجمهور كان محتاج ايه؟ الجمهور كان محتاج اليه محترمه، تمام، يحجز تذكرته ويحصل عليه، ده الجمهور. احنا والاجهزه التنفيذيه في الدوله محتاجين ايه؟ محتاجين جمهور يكون سالم وامن ومطمئن، ثلاث حاجات. الرغبه التقت في الثلاثه. حضرتك الجمهور دلوقتي بيخش على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، يسجل بياناته، يحجز تذكرته، يدفع من خلال 60,000 نقطه حوالين الجمهوريه، ويستلم من خلال المكان اللي بيختاره جنب بيته. حضرتك لا سوق سودا، لا كشاك، لا منافذ على بوابات، لا زحام، لا توابير، لا 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 شويه، لا محسوبيه، لا مش عارف، لا كل انت عاوز تذكرتك حضرتك هتلاقيها، هتدفع ثمنها وتاخدها، مفيش والنبي طب خلي لي خمسه على جنب، طب خد 10 وسقعهم لحد ما السوق السودا تشتغل، كل ده انتهى، مفيش. حضرتك واقول لحضرتك على حاجه كابتن عدلي كمان، النهارده الشركه اللي بتحصل دي الفلوس بتاع النادي ثمن التذكره بتوصل ازاي للنادي؟ بتتحط في شوال وتجيله ولا او مع مندوب في شنطه؟ خالص، ده حضرتك بيحصل ترانسفير بين الشركه وبين الحساب الخاص بالنادي. اذا التحويل حتى امن، حتى التحويل امن، مفيش ايد بايد يا كابتن، مفيش ايد. طيب بايد. قول لي دلوقتي، قول لي دلوقتي يا وليد، بالنسبه لمباراه الفيصلي بدا حجز التذاكر من النهارده؟ قديم، في نقطة مهمة جدا برضو بالنسبة للبطولة العربية حضرتك اللي أنا داخل أوضحها قبل البطولة ما تبدأ. حضرتك أنت شفت كان اللغط اللي حصل في موضوع التذاكر وعدم وضوح الرؤية. تواصل الاتحاد العربي مع المهندس محمود طاهر، ادى أوامره حضرتك إن احنا نفتح السيستم، تمام، تيسيرا على جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي لن يستفيد في هذه البطولة من الناحية المالية، من ناحية التذاكر خالص. كل الموضوع إن أنا بوفر للجمهور التذكرة علشان ما يتعبش ويلاقيها فين.
حضرتك الكابتن مجدي عبد الغني وهو عضو اللجنه العليا للبطوله تواصل برضه مع النادي الاهلي ومع اللي هو شيرين شمس وبعتوا جواب بيستاذنوا النادي الاهلي بفتح السيستم بالنسبه لمباراه الفيصلي. تم فتح السيستم النهارده الساعه 12 الظهر، الاعداد المقرره 25000 متفرج. احنا حضرتك اتبعت لنا 10000 ل 15000 على السيستم حسب الطلب من الجمهور، موجودين من الساعه 12. الراغب في الحصول على التذكره بيخش يحجز وبيخش يختار تذكرته وبياخدها في مكان. اللي عايز بكره يحضر مباراه الاهلي والفيصلي بكره يحجز تذكرته ازاي ببساطه؟ لا هو بيحجز من النهارده الساعه من النهارده الدكر. تمام. لغايه امتى؟ لحد بكره الساعه 12 بالليل. تمام، يعني متاح بكره لغايه 12 بالليل. كويس. والتسليم للي سجل النهارده بكره بالليل، لان التذاكر هيستلموها النهارده بالليل. تمام تمام. واللي هيسجل بكره هيستلم بعد بكره الصبح، لان المباراه الساعه 8 الصبح 8 بالليل في استاد برج العرب، فهيستلم من اسكندريه. ده بالنسبه لمنافس اسكندريه. من خلال حضرتك يا استاذ ابراهيم وكابتن عادلي اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي، معلش هو ده لما كان النادي الاهلي محتاج جمهوره في المباراه دي والمباراه النهائيه. مفيش وقت للمقاطعه ولا وقت للزعل، انت طالب التذكره والتذاكر اتوفرت. قاتل النادي الاهلي بتنزيل ثمن التذكره من 125 جنيه ل 50 جنيه. ل 50 جنيه ودي اقل حاجه الاتحاد العربي قررها. دي الرساله اللي من خلال حضرتك، التذاكر متوفره متاحه في 15000 تذكره متوفرين على سيستم النادي الاهلي موجودين. اي حد في اي حته في جمهوريه مصر العربيه كفيل انه يخش دلوقتي. لا وهو دلوقتي بقت القضيه قضيه مؤازره النادي الاهلي. واعتقد ان كمان احنا شفنا كمان الجمهور اللي كان قاعد في البيت كاشش ما بيقدرش يناضل عشان يجيب تذكره وخايف من الزحمه والمشاكل، اصبح بيستطيع ان يحصل على التذكره. يعني انت رجعت كمان الاسر الى المدرجات يا كابتن عدلي. حضرتك انت دايما بتاخد بالك من حتت كده، هي دي اللي الغرض الجمهور يعرفها. في احصائيه عملناها المباراه الاخيره بتاع نصر حسين ضي الجزائري، 65% من اللي كان موجود في الاستاد اسر، وليس لان حضرتك كمان لو انت كابتن عدلي دخل يحجز تذكرته ويحجز لمراته والابن والبنته بيبان عندي كم اسره حجزت. مش موضوع خلاص خد تذكره وامشي وانا مش عارف مين اللي واخدها، لا ده لما تاخد تذكره وفي عضو تابع ليك زي عضويه النادي بيبقى برضه عضو على التذكره، فبعرف كم اسره. فكان وكل حد جديد بيخش بيزود بنك المعلومات بتاعك. الله ينور على حضرتك. وخد النقطة الثانية كمان يا كابتن تيسيرا على الجمهور، اللي سجل مرة قبل كده واحدة مش محتاج ان يسجل تاني خالص ولا مرة، كل الموضوع انه بيختار تذكرته بس، مش محتاج يسجل، هي مرة واحدة بس وبيحرر فيها بيختار تذكرته. استاذ وليد انا يعني احييك على التنفيذ. انا عارف ان المهندس محمود طاهر هو معني دايما بالميكانه، يعني من ايام ما كان عضو مجلس اداره هو الاستاذ عمرو فاروق كان الكابتن صالح دايما لما يحب يتجه الى ميكانه اداره النادي بتاع، كان الاثنين دول هم اللي ادواته التنفيذيه في هذا الامر، بيحبوا وبيتقنوا هذا العمل. فانت كمان بقيت الدراع التنفيذي الان، لا ده شيء تحيى عليه ويحيى عليه النادي الاهلي، وهو دي مكانة النادي الاهلي. برضو عاوز اقول لحضرتك على حاجه اخيره كابتن عدلي قبل ما اقفل لو تسمح لي، يعني فضل. اخر حاجه، هو المشروع كله كان مرحلتين، ده المرحله الاولى مرحله التذاكر الالكترونيه، المرحله الثانيه وهي بطاقه جمهور النادي الاهلي، السيزون تيكت. لا انت محتاج بطاقه شخصيه ولا محتاج بطاقه نادي، البطاقه دي حضرتك هتبقى مده صلاحيتها لمده 3 سنين، مجرد ان انت تاخدها حضرتك ما عنتش محتاج انك تتعب في اي حاجه، بدل ما تدخل هتدخل رقم البطاقه فقط لا غير على السيستم، وهو هيبقى كله بياناته، سواء عضو هيبقى مرتبط بسيستم الاعضاء. لا لا عايز افهمها دي، عايز افهمها. انت بتعمل بطاقه للجمهور النادي الاهلي، للجمهور النادي الاهلي مش لعضو النادي، للجمهور. لا 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 هي حضرتك البطاقه طالع منها بطاقتين اثنين، بطاقه للجمهور العادي اللي في الشارع تمام، ده حضرتك بطاقة يتخللها الناس اللي كمان ما بيعرفوش كمبيوتر. هنعمل زي خدمات في كل الأندية في كل الأفرع وكل الستورز بتاعنا، مجرد يحط صورة بطاقته نوصلها له بعد كده لحد بطاقته الشخصية، تعمل لها سكاننج الشخصية. تعمل لها سكاننج على بطاقة النادي وتديها له صالحة 3 سنين، صالحة 3 سنين يجيب بيها التذاكر بقى ويعمل اللي هو عايزه.
هو ده مش هيقدر ياخد تذكره غير بالبطاقه ديت اللي هي صلاحيتها لمده 3 سنين. وكمان حضرتك بالنسبه لعضو النادي هيتحط على السيستم بتاع النادي اعضاء النادي مجرد انه يختارها، هيبقى مكتوب في ده جمهور النادي الاهلي وده عضو النادي الاهلي، ده هيتخصص له المدرج الاولى شمال عضو النادي الاهلي، والدرجه وجمهور النادي هيبقى متخصص له الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، واذا اراد حتى في المقصوره مفيش مانع ان هو يشتري، بس من خلال بطاقه جمهور النادي الاهلي اللي تم الاعلان عنها من 11 شهر وانتهينا من السيستم بتاعها من 15 يوم، وهيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره، اللي زي ما حضرتك قلت معني بالميكنه ومعني بكل. عندك عدد محدد اللي دخل وسجل ولا ما عندكش لسه؟ انا عندي بصراحه لو قلت لحضرتك يعني هتقول دي مفاجاه، ولكن مش مفاجاه على جمهور النادي الاهلي. حضرتك لما اعلنا بدون وجه رسمي تقدم 37,000 راغب في الحصول على بطاقه جمهور النادي الاهلي. 37,000 حتى الان. 37,000 حتى الان، ده لسه انا متوقع تعدي ال 100,000. احنا عندنا تارجت تاني خالص حاطينه، لان عندنا احصائيه يا كابتن عدلي ان اللي بيهتم بحضور المباريات من جمهور النادي الاهلي اكتر من 1,700,000، ده اللي بيهتم بحضور مباريات النادي الاهلي. كم الف هيحاول يحصل على البطاقه؟ هو ده اللي احنا تعرف يا استاذ وليد ده معناه ايه؟ معناه لما تعمل الاستاد بتاعك قريب باذن الله كما سمعت من السيد رئيس المجلس، انك انت ممكن تبيع البطاقات الموسميه زي انديه اوروبا بسهوله جدا جدا جدا. لو عملت 100,000 تستطيع انك انت تبيعهم من خلال هذا السيستم للبطاقات الموسميه، وكل واحد يعرف مكانه تحديدا، وهتبقى انت عارف كل كرسي مين اللي قاعد عليه. هو ده الشغل العالي قوي يا كابتن عدلي. يكفي حاجه ان حضرتك كل واحد هياخد بطاقه مسلسلها رقم 1000، معروف ان هو هيبقى على الكرسي رقم 1000، تمام؟ وده مرتبط بان الاستاد نفسه لازم يترقم، لو حصل تلفيات للكرسي هو هيتحملها، لو حصل امتياز للكرسي اكتر من ماتشين ولم يتخللوا اي شيء ممكن ياخد تذكره بدون مقابل. في مليون حاجه تتعمل، بس كلنا نبدا، هي دي الخطوه اللي كل مصر بتتكلم. والله انا متفائل جدا جدا بميكانه التذاكر، وشايف ان الاستاد لما اتعمل هتبقى العمليه سهله جدا 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 باذن الله. نعمل فيه المتحف ونعمل فيه البطاقه الموسميه ونعمل فيه كل اللي احنا عايزينه استاذ وليد. الله، ومن خلالكم يا كابتن الصوت دايما بيوصل لجمهور النادي الاهلي، بعتز بيكم دايما وبشكركم على ان حضراتكم يعني دايما بتاخدوا الافكار وتقدر توصلها للجمهور العادي والمثقف والمتعلم وكل فئات جمهور النادي الاهلي. وقبل ما اقفل بشكر كل اللي ادانا الفرصه دي من خلال مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي اللي هو شيرين شمس، اللي دايما بنتعامل بكل حب واحترام، والغرض كله هو خدمة جمهور النادي الأهلي. تمام يا ريس. شكرا جزيلا للأستاذ وليد مهدي مدير إدارة المباريات في النادي. وأعتقد الجمهور اللي عايز يحضر مباراة الفيصلي إن شاء الله عرف من وليد إزاي يقدر يدخل، إزاي يقدر يحجز تذكرته، وإزاي يقدر يشجع الأهلي إن شاء الله يا باشمهندس. إن شاء الله خطوة هايلة تدي لك اطمئنان إنك تدير منشآتك المستقبلية بسهولة جدا. بفكر شوية. هو هري ونفسنا وخلاص بعد الفصل.